بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم مرة أخرى في هذه الحصة، والتي من خلالها كما تلاحظون سنتطرق لمفهوم الإزاحة لا ترانسلاسيون الفرنسي. دونك هذا المفهوم هذا له ارتباط وثيق بمفهوم المتجهة، ولهذا سنأخذ متجهة. دونك هنا غادي تكون عندنا واحد المتجهة كما تلاحظوا، غادي تكون عندي واحد المتجهة أبي، وغادي ناخذ بعض الأشكال الهندسية. دونك غادي نطرقوا من نقطة، ثم غادي نحسبوا لها، من بعد نشوفوا قطعه، وكذلك مستقيم، نصف مستقيم، زاويه، دائره، الى اخره. دونك اولا سنعرف مفهوم الازاحه بالنسبه لنقطه. دونك غادي نديروا لا ديفينيسيون. دونك ما معنى ازاحه نقطه باستعمال واحد المتجهه؟ دونك هذه سيت اون ديفينيسيون. On dit qu'un point M', نقول إن واحد النقطة M' est le translaté d'un point M. Donc il y a صورة. Donc le point M' est le translaté d'un point M par une translation du vecteur AB. Donc on a يعني كيكون عندنا واحد لو فيكتور AB. نعاود نرسمكم الشكل. واحد الشكل توضيحي من بعد غادي ندوزو للبرنامج باش نديرو أشكال واضحة. دونك إذا كانت عندنا واحد لو فيكتور AB، دونك هنا تكون عندي النقطة par exemple le point A اللي هو اللي كيتسمى l'origine، هنا le point B اللي هو l'extrémité، وغادي يكون عندنا un point M quelconque. هاد لو point M غادي نشوفو جوج ديال الحالات. لو point M يقدر يكون aligné مع le point les points A et B، ويقدر يكون n'est pas aligné، ça veut dire il peut être sur la droite، ça veut dire il appartient à la droite AB، ou bien n'appartient pas à la droite AB. Donc quand est-ce qu'on dit que le point M' est le translaté du point M par la translation du vecteur AB? Lorsqu'on a le vecteur AB égale le vecteur MM'. Donc le vecteur AB هو هذا اللي كتلاحظوا، متجه AB. Donc باش نقولوا بلي ان النقطة M فتحة هي الصورة ديال النقطة M بالإزاحة ديال المتجه AB، سنقوم بإنشاء واحد المتجهة انطلاقا من النقطة M وتساوي المتجه AB. دونك غادي يكون عندها نفس الاتجاه بيان سور، نفس المنحة، ونفس الطول، نفس المنظر، لأن المسافة بين AB والمسافة M بين M و M فتحة هي مسافة متساوية. أو لا غادي نقولوا بأن الرباعي اللي كنحصلوا عليه هو رباعي متوازي الأضلاع AB M' M سي ان باراليلوغرام. هذه في الحالة اللي كتكون النقطة M لا تنتمي إلى المستقيم AB. أما إذا كانت النقطة M تنتمي إلى المستقيم AB، غادي نديروا نفس الطريقة. المتجهة AB كتكون عندي. دونك إذا افترضنا بأن M غادي تكون هنايا، دونك غادي نرسم واحد المتجهة انطلاقا من النقطة M، غتكون لها نفس المنحة، نفس الاتجاه، ونفس الطول. دونك هنا غادي تولي لنا عندنا المتجهة في هذا المكان هذا اللي هي المتجهة MM'. دونك في كلتا الحالتين كنقولو عندنا متوازي الأضلاع. دونك هذا متوازي الأضلاع كنسميوه أن باراليلوغرام نو أبلاتي. حتى هنا هذا الرباعي AB M' M اللي كاين هنايا حتى هو متوازي الأضلاع، ولكنه كنسميوه متوازي الأضلاع مسطح، سي أن باراليلوغرام أبلاتي. دونك أن باراليلوغرام كنعرفوا بلي ان لي دياغونال سكوب اون لوغ ميليو. دونك الى ربطنا ما بين ا و ام فتحه نحصلوا على القطر اللي هو ا ام فتحه، ولا ربطنا ما بين بي و ام كذلك نحصلوا على القطر الثاني، القطران يتقاطعان في نفس المنتصف. دونك هذا لو بوين هذا غادي يكون هو لو ميليو. نفس الشيء دونك الى ربطنا ما بين ا و ام فتحه، دونك هاد ا و ام فتحه هاد القطعه هذه اللي كاينه هنا، هاد القطعه ما بين ا و ام فتحه، والقطعة الثانية ما بين M و B غادي يكون عندهم لو ميم ميلي، دونك القطعتان سيكون لهما نفس المنتصف. دونك لا ديفينيسيون هي هذه اللي غادي نخدمو بها. نعاود لها. On dit qu'un point M' est le translaté d'un point M par une translation donnée du vecteur AB. ولا كنقولوا بلي ان لو بوين ام بريم اي ليماج دو بوين ام، يعني صوره النقطه ام بالازاحه التي تحول ا الى بي، كي ترانسفورم ا اون بي، si le vecteur AB égale le vecteur MM'. حيدوا هاد لا ديفينيسيون من الشكل باش نرسمو. دونك هنا كيما كتلاحظوا عندنا واحد AB، ندير هنا واحد البوان سي باش نحركو. دونك غادي نتحكم في داك لو بوان سي. هنا كيس كون va faire، je vais construire les translatés du point A pardon du point E et du point D. دونك الصوره ديال لو بوان دي غادي تكون هي النقطه F. دونك هذا سي تان باراليلوغرام اللي كتلاحظوا هنايا، هاد A C F D سي تان باراليلوغرام نديه باللون الأزرق. هذا كيعني أن النقطة F' هي لو ترونسلاتي دو بوان D
par la translation du vecteur as. En utilisant le même vecteur, on va construire le translaté du point E, qui est le point G. Ça veut dire que nous avons construit un deuxième parallélogramme, les voies AC, GF. Deux parallélogrammes. Donc, je continue. Donc, il a harakt le point C, harakt tanoussal le point B. Donc, madame, ça nous l'ahid. Nous l'ahid en nappe avec le hal. غادي نحصلوا على صورة القطعة اللي هي القطعة دي او. دونك القطعة دي او نقدر نغير المكان ديال النقطة دي، نقدر نغير المكان ديال النقطة او الى اخره. هذا ماذا يعني؟ هذا يعني ان المسافة بين النقطتين دي و او يمكنني التحكم فيها. دونك نقدر نتحكم في المسافة بين النقطة دي والنقطة او. دونك لاحظوا معايا هنايا، الى عبرت المسافة بين دي و او لقيت 2.17 مثلا، يمكنني فعل نفس الشيء مع المسافة اف و جي. نعبر المسافة بين النقطتين اف و جي، غادي نلقاو نفس القياس اللي هو 2.17. دونك هذه عن طريق الملاحظة، ولكن يمكننا البرهنة على ذلك. يمكننا البرهنة على أن المسافة أو دي، المسافة دي أو المسافة أو دي تساوي المسافة اف جي. هذا كاين أن القطعتان قابلتان للتطابق إلى لاحظتو. عندما تنطبق السي مع أ فإن القطعة اف جي تنطبق مع القطعة دي أو. نقول إن صورة القطعة ديماج ديال لو سيغمون دي أو باغ لا ترانسلاسيون دي فيكتور أسي هي لو سيغمون اللي هو لو سيغمون اف جي. الملاحظه الثانيه هي ان لهما نفس القياس. دونك ماذا سنقول؟ نقول ان الازاحه تحافظ على المسافه بين النقطتين. يعني ان اذا كانت المسافه بين النقطتين دي و او مثلا 2.49 سنتيمتر، غادي تلاحظوا بلي ان المسافه بين اف و جي كذلك 2.49. الى غيرت المسافه بين دي و او مثلا 3.9، غادي تلاحظوا غادي يحدث نفس الامر مع المسافه بين النقطتين جي و اف. هذا ماذا يعني؟ هذا يعني ان الازاحه تحافظ على المسافه بين نقطتين. او لا، غادي نقولوا بلي ان صوره قطعه، هذه القطعه اللي باللون الاحمر، الصوره ديالها بالازاحه ذات المتجه اس هي القطعه اف جي، وهذه القطعتان ولا هاتان القطعتان هما قطعتان قابلتان للتطابق، يعني متقيستان. دونك بالفرنسيه كنقولوا بلي ان لا ترانسلاسيون كونسيرف لي لونغور، تحافظ الازاحه تحافظ على المسافه بين نقطتين. او لا، الازاحه تحافظ على الاطوال لي لونغور. La translation conserve la distance entre les points, conserve les longueurs, ou bien l'image d'un segment par une translation donnée est un segment qui lui est isométrique. Donc il y a une histoire de ce qu'il y a de l'isaha, il y a une histoire de ce qu'il y a de l'isaha. Donc c'est ce qui est important, parce qu'il y a besoin de l'entraînement. Donc maintenant, il y a un mot de l'un 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 de حتى هو مثلث متساوي الساقين، فسنستعمل هذه الخاصية ديال الحفاظ على المسافة بين نقطتين. غادي نمروا لأشكال أخرى. دونك مثلا غادي نشوفوا نشوفوا التوازي. دونك يعني غادي نشوفوا مستقيم. إلى ربطنا ما بين نقطة، دونك ماغاديش نهضروا دابا على القطعة، دونك نقدر نمسح هاد لي ديستونس هادي هادي وهادي، نحيدهم. غادي نهضروا على المستقيم دي او ولا او دي. اذا قمنا بازاحه المستقيم دي او سنحصل على المستقيم جي اف، وهذان المستقيمان كما كتلاحظوا هما مستقيمان متوازيان. دونك يمكننا كذلك البرهنه على ذلك. سنقول ان الازاحه ولا ان صوره مستقيم بازاحه معلومه هو مستقيم يوازيه. دونك ليماج دين دروات باغ ان ترانسلاسيون دوني ايت اون دروات كي لوي باراليل. مستقيم دي او والمستقيم اف جي هما مستقيمان متوازيان. نصف مستقيم ان دومي دوات. دونك لا دومي دوات اللي كتلاحظ هنا لا دومي دوات او او دي محدوده من جهه او. دونك الصوره ديال لا دومي دوات او دي هي لا دومي دوات جي اف. دونك نفس الشيء، عندما تنطبق النقطه السي مع النقطه ا فان المستقيمان ولا نصفي المستقيمين ينطبقان. دونك صورة نصف مستقيم بإزاحة هي ولا هو نصف مستقيم كذلك. غادي نشوفو هنا زاوية. دونك صورة الزاوية اش او دي، صورة الزاوية اش او دي لاحظو. دونك إذا قمت بتغيير قياس الزاوية اش او دي، دونك مثلا 73 ولا 74.41، فإن الصورة ديالها دونك لو ترونسلاتي ديال هاد لونغل هذا غادي يكون ان اونغل كي لوي ايزومتريك. سا فيدير ايلزون لا ميم ميزور، نفس القياس عندهم 74.41 74.41.
نقول إن صورة زاوية بإزاحة معلومة هي زاوية تقيسها بالفرنسية le translaté ou bien l'image d'un angle par une translation donnée est un angle qui lui est isométrique. Donc نقول كذلك إن الإزاحة تحافظ على قياس الزوايا كما قلنا الإزاحة تحافظ على الأطوال ولا قياس المسافة بين النقطتين. نقول إن الإزاحة تحافظ على قياس الزوايا وبالفرنسية on dit que la translation conserve la mesure des angles ou bien l'image d'un angle par une translation donnée est un angle lui est isométrique. مثلا إذا كان عندنا واحد المثلث قائم الزاوية وقمنا بإنشاء الصورة ديالو بواحد الإزاحة معلومة فإن المثلث الذي سنحصل عليه كذلك سيكون مثلث قائم الزاوية. غادي نشوفو ديال الدائرة. دونك بالنسبة للدائرة نفس الشيء، دونك صورة دائرة بإزاحة، دونك هذه الدائرة هذه إذا قمت بالإزاحة ديالها فإنني سأحصل على دائرة. دونك ما هي العلاقة بين الدائرتين؟ دونك إلا رجعنا للمسافة دي أو عبرناها طبيعة الحال غادي نلقاو كتساوي المسافة جي اف. دونك سنقول بأن صورة دائرة بإزاحة هي دائرة لها نفس الشعاع، دونك الدائرتان معا، الدائرة التي مركزها او والدائرة التي مركزها جي. دونك هنا ملاحظة أن النقطة جي ماذا تمثل؟ النقطة جي هي الصورة ديال النقطة او بالإزاحة ذات متجه اس. قلت بلي ان سنحصل على دائره كذلك لها نفس الشعاع. دونك ليماج دان سيركل بار ان ترانسلاسيون دوني اي ان سيركل بيان سور كي يا لو ميم غيون. دونك الشعاع ديال الدائره الاولى كان هو 2.24، الشعاع ديال الدائره الثانيه كذلك 2.24. ملاحظه اخرى غادي نرجع لها هي اذا كانت النقط مستقيميه. دونك هنا مثلا عندي دونك هاد النقط المستقيمية نقدر نخرجوها من الزاوية، دونك زاوية قياسها 180 درجة غتعطيني نقط مستقيمية. دونك إلا زدت واحد النقطة أخرى، دونك هذه النقطة اللي قمت بالإنشاء ديالها، لاحظوا لأنها تنتمي إلى المستقيم، دونك يمكن لي نحركها فوق هاد المستقيم هادو، هذاك يعني بلي أن النقطة دي و أو و جي نقط مستقيمية. دونك إذا قمت بإنشاء الصورة ديال النقطة جي بالإزاحة ذات المتجه أسي فإن النقطة التي سأحصل عليها هي النقطة ك، وهذه النقطة ك ستتواجد كما كتلاحظوا على المستقيم اللي هو الصورة ديال المستقيم دي أو المستقيم الثاني. وبالتالي نقول إنه إذا كانت نقاط مستقيمية، دونك إذا كانت هناك نقاط مستقيمية فإن الصور ديالها أو مماثلاتها بالإزاحة ذات المتجه أسي فهي كذلك نقاط مستقيمية. دونك ماذا سنقول عن الإزاحة؟ نقول إن الإزاحة تحافظ على استقامية النقط. La translation conserve l'alignement des points. إذا كانت النقط مستقيمية فإن الصور ديالها بإزاحة المعلومة هي كذلك نقط مستقيمية. دونك هكذا غادي نكونوا سالينا الدرس ديال المتجهات والإزاحة. إن شاء الله في حصص مقبلة سأخصصها لإنجاز التمارين وتصحيحها.